لأنهم ما عندهمش روح النضال، ما عندهمش روح الوطنية، ما عندهمش، لهم أجهزة حطتهم، أجهزة أكبر منهم. لما حتى تحطك أجهزة أكبر منك تتحكم فيك، تعرف ماضيك. لذا أنا أقول خلوا المخابرات أو النظام الفرنسي أو الحكم دولة العميقة في فرنسا يعطينا ملفات المخابرات وما صنعت في الجزائر من 1956 حتى الآن. هذول هما لي دوسي كيلفو دوموندي، ماشي تروح تبون تجيب لي أسطورة ولا هذاك اسمه أسطورة، ولا هو يصنع لك التاريخ. تجيب واحد من ملتك، ملتك يهودي الأصول، تجيبه يصنع لك شيء يمثل، يمثل فرنسا، يعني يحمي فرنسا، ما يحميش تاريخ الجزائر، ما يحميش نضال الجزائر، يبقى يطلعهم ان بو كيما كيف كيف كيما قلنا، كوم سي الجزائر هي اللي احتادت على فرنسا، مش فرنسا اللي احتادت وهي الاستعمار وهي اللي اجرم في حق الشعب الجزائري وقاتلت الشعب الجزائري بالملايين. ده ما يقولوهاش. لذا تبقى هذا النظام خبيث، نظام متآمر، متآمر قبل كل شيء للجزائريين، متآمر عليكم من وقت من زمان بعيد، ويتآمر عليكم الآن، ويتآمر عليكم في المستقبل، إلا إذا قام الشعب الجزائري للتخلص من هذا النظام، نظام العصابات، نظام الصهيونية العالمية. هذا اللي كنت باغي نقوله في هذا الموضوع. جي مسكيس بوغ لا فيديو ا ايتي كوبي بليزيغ فوا. وفكروا في هذا الموضوع، فكروا. ليبا يعني اسماعيل هنيه لم يقبل ان يكون متواجد في الجزائر، لانه في الاخر لو حتى مرضاش يتبعهم في خيانه ممكن يقتل بطريقه او باخرى، حتى ما يقتلش هنا، ممكن يقتل في اي بلد، لكن الأجهزة الجزائرية هي من تقوم باغتياله بطريقة أو بأخرى، لأنها قامت بذلك قبل شيء، وقامت حتى بقتل ثوار فلسطينيين في تونس، قامت باغتياله، كانوا يخافون البقاء في الجزائر. pour un savoir في سيرفيس، لي سيرفيس كي كونترول الجزائر، اللي يتحكم فيهم توفيق الصهيوني الأصول.